كل مظاهرات بها دوافع سياسية، مو كلها يعني، يعني مو بعددها الكل، يعني تدخل بها دوافع سياسية. لذلك المظاهرات السابقة كانت هناك أجندات، على الرغم من غالبية أبناء الشعب العراقي كانوا طالعين بشكل عاطفي وعفوي. اليوم على وجه التحديد هذه التظاهرات التي تحصل كثير منها هي لدوافع سياسية تخرجها كتل سياسية من أجل عرقلة الوضع مع الكاظم. يعني اليوم عندما تتجه الحكومة لأن تكون هناك مفاوضات مع الجانب الأمريكي من أجل يعني تعديل الاتفاقية بقائها أو انسحابها، وبالتالي أن تكون هناك الهجمة الكبيرة بالصواريخ كل أسبوع مرتين على الأقل على القواعد الأمريكية وعلى السفارة الأمريكية، يعني من دافع لهم طب مرض الأمريكان. لكن هذا يعني شنو؟ يعني إحراج الحكومة على أن لن تتخذ قرارات. زين أنتم إذا كنتم مقاومة حقيقية ومجاهدين حقيقيين عليكم أن تهدوا الوضع حتى تعطي فسحة للحكومة من أجل أن تتفاوض بشكل وطني وأن تتخذ القرار الصحيح. طبعا اليوم الحكومة عندما ترى أن مثل هذه العصابات تقوم بمثل هذه الأفعال هي تقول لك يابا نحتاج يعني العامل الدولي والعامل الأمريكي في حمايتي. لذلك للأسف الشديد نحن حتى مجاهدين حقيقة قلة ما عندنا، ما نقول ما عندنا، قلة ما عندنا، حتى مجاهدين صاروا مأجورين نعم لدول معينة.